أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتتبعينا الكرام في فيديو جديد وأخبار جديدة. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. المهم أصدقائي، فازت سيلا تورك أوغلو بالمركز الأول وبلقب أجمل امرأة على قيد الحياة لسنة 2023. ما شاء الله، سيلا دائما متألقة وحققت هذا الإنجاز أكيد بفضل جمالها الطبيعي، وتفوقت على العديد من المنافسات في المسابقة العالمية وبفضل تألق سيلا تورك أوغلو بجمالها الطبيعي. أصبحت صورها محط اهتمام وإعجاب الجماهير في جميع أنحاء العالم، وتم عرض صورها على أكبر شاشات العرض في أمريكا احتفالا بفوزها بهذا اللقب العالمي. واحتفلت جماهير سيلا تورك أوغلو بفوزها بتشكيل موكب سيارات خاص بصورها، وتجوب الشوارع لتستقطب أنظار المارة وتشعرهم بالفرحة. كما أيضا أصدقائي، خليل إبراهيم جيهان فاز بالمركز السادس في التصويت كأكثر رجل وسامة لسنة 2023، وهذه المسابقة أصدقائي منظمة حول العالم، وخليل إبراهيم جيهان كان هو الممثل التركي الوحيد الذي يوجد في هذه المسابقة. وبصراحة أصدقائي، يعتبر هذا الفوز سواء لسيلا تورك أوغلو أو خليل إبراهيم جيهان إنجاز كبير، وهذا الفوز يؤكد على جمالهم وشعبيتهم الواسعة حول العالم. ومجلة صران أيضا نزل على صفحته الخاصة تغريدة وقال: فخرنا بحياتنا كل شيء. فاز الممثل خليل إبراهيم جيهان بالمركز السادس في تصويت أكثر رجل وسامة على قيد الحياة سنة 2023، الذي أجراه موقع اختيار مستخدمي الإنترنت المنظم حول جميع أنحاء العالم. كما مثل بلدنا من خلال التواجد على التوالي باعتباره الممثل التركي الوحيد. كما أيضا نزل تدوينة أخرى عن سيلا تورك أوغلو وقال: سعيد جدا جدا جدا، سيلا كتبت اسمها مع حبنا للقمة. وفقا للتقرير التيتينيز، أصبحت الملكة سيلا تورك أوغلو أجمل امرأة على قيد الحياة لعام 2023. شكر لا ينتهي لكل من أحب وساند ومن ساهم في هذا النجاح التاريخي. نادي سيلا أنت الأفضل. كما أيضا أصدقائي، أكبر الجرائد تتحدث عن نجاح سيلا تورك أوغلو وخليل إبراهيم جيهان وعن فوزهم، وسيلا هي أول امرأة تركية تفوز باللقب. والفوز هو إنجاز كبير لسيلا تورك أوغلو، إنها شهادة على شعبيتها العالمية هي وخليل إبراهيم جيهان وقدرتهما على التواصل مع المعجبين حول العالم. وفوزهما هو انتصار كبير لهما، لقد احتلوا مكانهم في المجلات والشاشات. نهنئهم بكل قلوبنا، نتمنى لهم كل التوفيق مع المزيد من التقدم والنجاح الدائم إن شاء الله. كما أيضا أصدقائي، أسيمو نزل تدوينة على حسابه الخاص الانستغرام وقال: تم الاتفاق على المشروع الجديد لممثلنا العزيز خليل إبراهيم جيهان في مسلسل السلة القادرة، قام بالتوقيع على العقد. نتمنى له التوفيق لخليل إبراهيم جيهان في مشروعه الجديد. ومجلة صران أصدقائي نزل تغريدة عن خليل إبراهيم جيهان يقول فيها تحت عنوان عريض: ثلاثة مشاريع في وقت واحد، وتابع كلامه قائلا: كما تعلمون، سيتولى الممثل العالمي خليل إبراهيم جيهان الدور الرئيسي. لقد سمعتم ذلك مني أولا. الآن لدي خبران عن القنابل، خبران عظيمان، مشروعان في مرحلة الاتفاق، مشروعين مثاليين لدرجة أنني لا أستطيع شرحه، لكن دعوني أخبركم بالمقطع. بالمناسبة، أخبارنا عن الجولة هي بالتأكيد خيال، لا يوجد شيء من هذا القبيل، انتظروا الأخبار مني. يعني أصدقائي، مجلة صران يؤكد على أن لدى خليل إبراهيم جيهان مشروعان آخرين قيد الإمضاء من غير سلسلة السلة القادرة، واحدهما سيكون أكثر من رائع، يصل لحد أن يكون قنبلة حقيقية. كما أيضا أشار صران على أن الجولة الغنائية ليست حقيقية وأنها وحي من خيال صانعها. المهم أصدقائي، نتمنى لخليل إبراهيم جيهان في مشاريعه الجديدة التوفيق وأن يكون النجاح حليفه في كل خطوة يخطوها.
كما أيضا أصدقائي، الصحفية بيرسين نزلت تدوينة تخص سلسلة شراب التوت البري، وقالت أنه سيبدأ التصوير يعني في الموسم الثاني من مسلسل شراب التوت البري من إنتاج جولد فيلم في 28 أغسطس على شو تي في. وقالت أن الموسم الجديد ينتظر بفارغ الصبر، وأنه من المقرر أن يبدأ التصوير في 28 أغسطس وعلى الهواء في الأسبوع الثالث من سبتمبر، وأنه ستقام أحداث مثيرة للغاية ومبهرة. كما أيضا سينضم للمسلسل الممثل ياغيت كيرازجي وميميلي، وكما أيضا قالت أنه ستدخل شخصية جديدة أخرى في المسلسل والتي ستجسد شخصية رجل الأعمال محافظ أرطغرل، وسيتم ربط الشخصية بنورسيما. المهم أصدقائي، إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، وإلى اللقاء، وموعدنا إن شاء الله يتجدد في فيديو جديد وأخبار جديدة. مع السلامة.